السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمتابعين على مصر في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. مستمرين معاكم من قلب محافظة المنيا، وتحديدا من قرية عزاجة بالظهير الصحراوي الغربي، لمتابعة آخر مستجدات استخراج جثمان العامل طه محمد عبد العزيز الذي سقط سهوا داخل بئر عمق 30 متر. احنا دلوقتي موجودين مع الاستاذ عبد الله، استاذ عبد الله ابن عمه، يعتبر شاهد العيان الاول في الواقعه. استاذ عبد الله الاول، البقاء لله. بقاء لله. بعد ما اكد محافظ المنيا امبارح في بيان رسمي ان هو اصبح جثه، الاول عرفني التفاصيل مشيت ازاي، يعني البدايه كانت ازاي؟ البدايه احنا جانا تليفون بالليل الساعه 12 بالليل، قال لنا طه وقع في البير تحت، تمام. فجينا هنا لقينا فرقة الإنقاذ وبتتواصل معاه، وبعد كده كان بيتكلم وبتواصل معانا وكده، ونزلنا له إزازة مية وشرب. لحد كام ساعة كان بيتابع معاك؟ لحد الساعة 2 كده. الساعة 2؟ اه. وهو وقع الساعة 11؟ لا، وقع 11:30 12 كده. 12 بالليل. اه 12 ولحد بالليل. 2 الصبح، 2 الفجر اتنين يعني، اه كان بيتواصل معاك لحد قبل ما نشده. اه. بالسلب وكده كان تمام وشغال وبيتكلم وتمام. جبت بس رودر او جبت لا، ده رودر كنا بنشد كده بايدينا بالايدين. اه بس فالبير ضيق تحت، ما كانش مساعد معانا، فالسلبة اتقطعت، فنزلت كمان من ساعتها ايه، ما تواصلش معانا تاني. ما اتوصلش معاكم تاني. اه. ايه الكلمات اللي كان بتتكلم وانتوا؟ هو اللي كنا بننادي عليه بيرد علينا، هو قال لا اله الا الله سبحانك اني كنت من الظالمين، انت عرفنا يا طه يا فلان وفلان وفلان وفلان، بس هذا اللي حصل منه. حاول يوصيكم على حد سريعة عن أولاده سريعة؟ لا، هو كان بيقول يا رب ويا يذكر الله وكده، ما ذكرش حد غير كده. بعد قطع الاتصال ما بينك وما بينه، طبعا تحت المواد اللي كانت موجودة كله بيتكلم عن الكشاف. كشاف ده؟ ما هو الكشاف ده نزلناه في الحبل عشان خاطر ينور بيه. صح. مثلا هو مش قادر يتكلم فبيتحرك، طه سمعنا حرك الكشاف كده، بيحرك الكشاف والكلام ده. ده نزل فده سبب نزلناه بعديه عشان نتواصل معاه كده نعرف حي او لا، بس برضه ما كانش فيه نتيجه. بعتوا له ميه؟ بعتنا له ميه. اه. بدأتوا تنزلوا ميه واكل بسيط؟ اه. وكشاف؟ لا اكل، لا ميه وشرب، ورفعناها بالسلبه برضه كده، بس هو ده. ولكن في البدايات خالص كل المحاولات بقت بالفشل. اه. عملنا كل حاجه. بدأتوا تلجأوا لأهل الكرة اللي حواليكم والناس بقى، وتعالوا هنا وتعالى نبص هنا في مشكله. هو كله عندنا عشان قبائل عربيه وكده، البلد كلها واحده وعيال عم، فكله بيتواصل ببعضه. على الساعة 1 بالليل كانت البلد كلها هنا. تاني يوم كان كل الخط كله، الخط العربي كله هنا موجود، كل البيوت وكل القبائل وكل كله جيب المعدات النبوع وكله جه. انا سمعت زي ما انت شايف دي معدات الاهالي. اه. والشغل شغال اهو، ونرجى من الله خير باذن الله. احنا اخر معلومه وصلت لنا ان احنا عندنا دلوقتي في الموقع 6 لودرات و4 حفرات. اه. تمام. تمام. ومولد كهرباء بيغذي المكان كله. صح. إيه والمكان فيه محول كهرباء برضه كمان. اه. ايه اللي انت محتاجه في الوقت الحالي؟ احنا محتاجين دعاء رب، دعاء من الناس، انه بس الدعاء بس يعني. الناس تدعي لنا وكده ان احنا نلاقي، نتعثر على الجثمان وكده. تمام. بس مش محتاجين من حد حاجه حالة الحمد لله. بيته واهل بيته الحاله عامله ازاي؟ الحمد لله حالته تمام 100 100. اه. لا انا قصدي اولاده، زوجته، والده. الست الوالده ما تسمحش. اه. ووالده متوفى. والده متوفى. اه. قلنا لها ان هو عامل حادثه وكده بس، فهي لسه لحد الان ما سمعتش حاجه. ما عارفاش لا 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 الموضوع. اه. احنا طبعا بنأزرك في الموقف الصعب ده، ونتمنى لك، وطبعا بدعواتنا كلنا ان احنا ان شاء الله دعوات الجميع كلها نعصر قريبا جدا يعني على جثمان طه محمد. شكرا شكرا شكرا.